السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين" وقال الله تبارك وتعالى: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته جل وعلا وأن لا يشركوا به شيئا وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وينهوا الناس عن الشرك بالله عز وجل وهذا هو أساس الدين وأساس الإسلام لأنه في بعض الناس اليوم يعيب على هذه الدعوة أن الكلام أو أغلب الكلام وأساس الكلام في التوحيد كل قلت شغلتكم دي بس توحيد الناس ماتت التوحيد ما عرف ما فات توحيد كرهتونا ذاته من السنة الفاتت شغالين لنا البرعي والمكاشفي وصايم ديما وغيرهم مية سنة قدام ان بقينا قاعدين بتلقانا نتكلم في البرعي والكباشي والصايم ديما لأنه ده أساس الدين ربنا عز وجل أنزل الكتاب وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام للموضوع ده للتوحيد ما عشان كسرة ولا سكر ولا بنزين عشان ما تضيع زمن ده اساس الاسلام عشان يعني كده ربنا تبارك وتعالى في الايه قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا اي امه ربنا عز وجل رسل رسول عشان نتكلم في الموضوع ده ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وطالما في طواغيت تعبت من دون الله تبارك وتعالى وفي الشرك بالله عز وجل ينشر في هذه البلاد صباحا مساء والله الذي لا اله غيره شرك شغال صباح ومساء امتى؟ كان في التلفزيون كان في الراديو الاذاعه كان في الصحف وكان في الكتب وكان في الزريبه وفي المسيد وفي غيرها من بقاع المتصوفه من حين ما تمش الشرك شغال ما وقف لا لا شغالين قوم يا اخي ناديهم لي الصوفيه طلعوا بيان قالوا نحن كصوفيه في السودان خلينا البرعي مسكنا في الله طلعوا بيان لا ما طلعوا بيان لسه لسه الليله بنادوا البرعي في 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 في, المنهج الصوفي الليلة بنادوا المكاشفي ابو عمر انا مره الساعه 4 صباحا امتى 4 صباح فتحت الاذاعه لقيتهم شغالين ولا لا 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 مكاشف والله صحيح مكاشف الغوم شقلب يا اخي شقلب من الصباح شقلب مخك ده انت لا 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 شغالين ينادوا المكاشفي ها وقوم يا اخي ناديهم لي رجال الله البذيل البي امتى ويا مكاشفي تكشف حالنا ويا البرعي مدد ويا الصائم ديما ويا شيخ العلفون ويا الزريبه وكمان جابت يا شيخ الشكسي امتى عمك بتاع الحنه طفش الله لا عاد ومشى عمل له شرزي برا وثاني جان مشى شحن بطاريته وتاني جاينا بعفنوا عواليقه وما بنخليك والله مش تمشي هولندا لو ما شوينه وقام مشيت غيرت مكانه شفت نزلت المكانه ورفعت مكانه جديده برضه بنتفق هنا لما تعرف الله واحد ما دام انت لا انت تدعو الناس للشرك والكفر والالحاد والاعتقاد في المكاشفة ذلك الطاغوت الذي عبد في هذه البلاد من دون الله تبارك وتعالى فانت ذاتك بنزلك معاه السوق شيخ مين ولا غيره شنو يعني انت دار كلهم الان موجودين موجودين في الساحه وبيعلموا في الامه دي الشرك عشان كده ما بتصلح والله الذي لا اله غيره ما بتصلح ربنا عز وجل قال ولو لو دي حرفش اداه شرط فهمت؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا لكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون عرفت كلامي؟ فديل الان شغالين الشرك الذي حاربه النبي عليه الصلاه والسلام بل اضل في الشرك من ابي جهل ومن ابي لهب الذي كان يدعو الله عز وجل في الرخاء في يدعو الله عز وجل في الشده ويشرك بالله تبارك وتعالى في الرخاء لكن الان البرع والركاني وغيرهم من اتباعهم يشركون بالله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة وأخير منه من عمك ذاك أبو جهل والله جت إن خطب في البلاد نزيل جات مصيبة في البلد دي هس البلد دي مش ملانا مصايب البرعي قال لك إن خطب في البلاد ده مش مفروض تطلع عليه مظاهرة ده مفروض تطلع عينه ذاته الناس دي ذاته ما عارفة البضرة من البصلحة ده البرعي قال إن خطب في البلاد نزيل أي مصيبة جات البلد دي قل يا ولي الله اسماعيل دي مشكلتنا مع الصوفي ومشكلتنا مع الكوز العلم الصوفي امتى ومعهد له وطبع له الكتب ونشر له وفتح له الاذاعات ومشكلتنا مع العلماني اللي بيقول لك دي من حريته ومن طبعا اعتقاد وغيرهم ومشكلتنا مع الشيوعي لانه التربيه بتاع الصوفيه مشكلتنا معهم كلهم الصوفيه ديل امتى ديل الاساس بتاع البلاوي في البلد دي تتكلم في الصوفي الكوز بكورك انت العلماني بكورك انصار سنة ذات بكورك رايت شنو بتجن لا ما الاسلوب يسل عينك قد اصبر اسلوب بتاع شنو قال لك انها بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله اسماعيل وربنا قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله وربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين جماعتك ديل السنه الفات عندهم واحد قال بنزل المطر الشيوخ بنزل المطر قبلي لي وبلا ولا عمك قبل شاروخان ده قال البشير بيقعد كم 30 سنه ما عارف يدعي علم الغيب شيخ اللمين امك بتاع ما بخليه انا امك دي ما قصه انت زرم تالي سجمان دا شرك مفتن مضل لخلق الله عز وجل قال قال الجاي في البلد دي انا ما بعرفه انا ذاتي ما بعرفه لكن ابويا الشيخ بعرفه طيب ابوك الشيخ ده ما كان يكلم عمك ده يقول له دي بتطلع تعمل لك آآ آآ ناين قلاب وغيره ما وراهم طيب هسه ابوك الشيخ ده يا شيخ الا مين؟ كده اللي يورينا الحاصل اللي حيحصل لقدام وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله جل وعلا الله اللي بيعلم الغيب ما في تاني ذو بيعلم الغيب مع ربنا تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا لكن الصوفية يعلم الغيب مع الله تبارك وتعالى ويستجيب الدعاء مع الله عز وجل نادر كينيك ده قاعد في الكلاك هناك الله يسلك يغطس حجرك انت نادر كينيك كالبرج رمش يلف الغرقان يبقى له ونش ده الركاني تنادي الركاني لو غرقان بمرقك كده البلد دي هسه غرقانه عينها طالعه امرق تمرق روحك ركاني ولا غيره عرفتها؟ قال لك تنادي الركاني وده قال لك تنادي البرعي وناس المرغنيه تنادي الختم والبرهانية تنادي محمد تنادي محمد عثمان ولمين البرهاني والبرع وناس السمانية تنادي البرعي تنادي أحمد الطيب البشير تنادي تنادي وفي القرآن الله قال لك وأن المساجد لله فلا تَدْعُوا مع الله أحدا دي مشكلتنا مع أي صوفي مع أي ذول داعية للشرك داعية للضلال داعية للبدع للإلحاد للكفر بالله عز وجل والبلد دي ما بتمشي والله الذي لا إله غيره دارين انها تمشي لقدام يا سودانيين ولا ما سودانيين انت دارين انها تمشي لقدام دارين انها تتصلح هاي تشلت الصوفيه دين اي صوفي ياخذ في راسه اي صوفي داعيه للالحاد وداعيه للضلال بتاع حجبات أم تشوف شغلتك بتاع فوقيا أم تشوف شغلتك فاتح ليك مسيد فاتح ليك تكيه تاكل قروش الناس تغشغش في النساوين، تاكل دهب انت وتعمل حاجات تانية كده خليها الدنيا نهار انت طب تشوف شغلتك كلهم ياخدوا في راسهم البلد دي بتمشي لقدام وبتصلح باذن الله تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى بنزل البركات كما وعد الله عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون انا ما اقدر اطول لانه في الشيخ